مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا على خير. أهلا ومرحبا بكم، لقاء جديد، حلقة جديدة، مع كل الود والتقدير في بحثنا الدائم الدؤوب كل الأسر المتعففة، الحالات الإنسانية اللي تستحق الدعم نصلها لحد مكانة ونعكس لكم حالتها، وبعد ذاك انتم متى ما طلبتوا انكم تصلوها نحن بنوصيكم بها لحد مكان. اليوم نحن في الإسكان 101 مع واحدة من الحالات، أم محمد من أسرة متعففة، هي أرملة تعول 7 أطفال، 3 منهم تركوا الدراسة بسبب الظروف المعيشية. بنتها الكبيرة الأولى عمرها 17 سنة زوجة وبترقد مع بنتها الصغيرونة في المستشفى اللي مصابة بأنيميا حادة. كانت بتعمل في بيع الخدار لأنه الوضع المالي ما سمح لها، الظروف المالية ما سمحت لها، وبالتالي توقف المشروع. زي ما شايفين ساكنة في بيت إيجار. كذلك والدة توفى في العام 2022، وأم محمد تعاني ما بين الظروف الحياتية اللي بيعاني منها كل الشعب السوداني والظروف الحياتية الخاصة اللي بتعيشها هي، عشان تعول 7 من الأبناء عندهم 4 في مقاعد الدراسة و3 تركوا الدراسة بسبب الظروف المعيشية، ومشروع ذاته اللي كان بيعينه توقف نسبة لانقطاع رأس المال هو بيع الخدار. مع بعض نحن وانتم اليوم نتعرف على قصة أم محمد مع كل الود والتقدير. مرحب بيك أم محمد في بيتك وحبابك عشر في قناة الشروق. مرحب بكم وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أول حاجة كده عرفينا على أولادك، أسماءهم وأعمارهم. عندي محمد الكبير. عندي بنتي. محمد كم سنة؟ 23. 23. عندي بنتي متزوجة. وعندي الهادي. الهادي. الهادي كم؟ 20 سنة. عندي في ثانية ثانوي في امتحنة الشهادة ونجحت، والله ما قدرت قدمت ليها ولا قدرت عوضتها حالها. جابت 64 وحسي قاعدة في البيت. عندي في المتوسط 2 بنت وولد. والصغيرة في 5، أصغر وحدة في 5. اشتغلت فترة ووقفت والله. اشتغلت في موضوع بيع الخضار ده؟ اي جنب البيت هنا. كنت بجيب الخضار وببيعه. بتجيبي من وين؟ بجيبه من الملجأ الشعبي، السوق الشعبي. السوق الشعبي من درمان؟ اي. اها، تجيبي بالجملة وتبيعي هنا؟ اي بجيب من ناس هناك الفخار. بالجملة وبجيب ببيع هنا، لكن بفلت طبعا رأس المال يعني وقفت الشغلة، وقفت رأس المال دخل في مصاريفهم كده. بس والله حاليا في الأسبوع مرات بمشي يومين ومرات ما بمشي لأنه المسافة بعيدة، ومواصلات حق الفطور ما بلقيهم. أخونا الكبير دي شغال شغل أسبوع. أها. في الأسبوع بيصرف 25. يعني لما اقسمها كده ما تكمل لين كل الاسبوع، يعني 3 يوم كده بيمشوا، مرات 3 يوم بيكونوا قاعدين. المدارس. المدارس في كم في المدارس؟ عندي 3 بنات وولد. سنة كم؟ في 8 ثانوي، ودي في المتوسط، والولد في المتوسط، ودي في 5. الامتحان دي قاعدة هسي، اشتغلت فترة وبس الشغل وقف، اشتغلت لها في مشغل بتاع خياطة. بس شغله ناقص لي وقت من 15 يوم، حتى الشهر اللي اشتغلوه الشهر اللي فات ده ما ادلهم والله. انا ذاتي نزلت معاه كان شغل. الولد شغال شنو؟ شغال في مصنع بتاع اكياس. اها، بيدو 25,000 كل اسبوع. وشغلت الخدار ما لو يكفك؟ والله راس مالي بس اتقطع، ما يعني ثاني ما لقيت. انتوا ساكنين هنا في 101 لكم كم سنه؟ والله جيت ما اساسا ما ساكنين في 101. انا لما ابونا ده بقى عيان جيت لابوي في 42، ابوي زادوا باع البيت ويلا الزروع يعني عشان الزرب بتاعنا وبتاع
معاي اختي مطلقة وهو زول كبير وبيعولنا زول واحد بس اخوي الاصغر مني ده شغال موظف بمرتب. ابوي باع البيت قال اشتروا عربية عشان يقدروا يصرفوا منها. هسه العربية بدل ما تصرف بقت يصرفوا عليها هزاتة والله. سايق اخوكم الموظف ده؟ اي سايق هو وزاد والله في نفسه عيان. البيت حقكم هنا ولا ايجار؟ حق ناس ايجار كنا في 42 حقنا لكن اتباع. باعه ابوي بحياته قبل يتوفى في يوم 13 شهر 2 الفاتح سيادة بليو. ربنا يرحمه ان شاء الله. كان بدعمني والله. ربنا يرحمه ان شاء الله. ال- ال- الايجار كم؟ 60 60 تقريبا. حتى بعيد اول وثاني حاجه حتى احنا ما دايرين لانه مسمينا امريكا بس حتى دي كده كلها ما امنه ما امنه والله. عندنا البنات وعندنا الاولاد بس انا قلت اللي مصارة داير ارحل قال لي بس قال لي قال لي رحلت ولا لسه قلت لها ما رحلنا. انت كنت في 42؟ 42 وصل السماسرة جابونا هنا. احنا ما نعرف طبعا البلد ولا نعرف عنها اي حاجة. السماسرة لقوا البيت وجابوه ووصلوه لي ولأخوي. لكن حتى ما مشكورة ولا حتى ما في امان. كله احنا عندنا البنات والله وعندنا الاولاد. ليكم كم في البيت ده هنا؟ السنة يا دوب السنة السنة ثمانية سنة ودي تخليك السنة الثانية. دي السنة الثانية. زوجك توفى متين؟ 2021. 2021 كان شغال شنو؟ كهرباء. كهربائي كان. اها. أول ما توفى جيت ورحلت هنا. والله احنا جابنا مرض، جينا بمرض وجينا بأبوي هناك. 42 ثلاثة سنة كان راجل. فاقد فقد مرة واحدة ذاكرة. الشغل اللي ما بتذكر الشغل حتى آخر مرة. حادث؟ ما حادث والله، ما عرفنا مرضه. مشينا بيه دكاترة كثيرة، حتى عندنا قلعة في الغرية بيناها عشان يعالجوا بيها. ما حادث، أصله عملوا رنين أهل الخير يعني عملوا رنين في المخ. ما ظهرت حاجة. لكن فقد الذاكرة يعني الحاجة اللي بيشتغلها ذاته بقى ينساها. ما بيعرف الكهرباء ولا بيعرف أنا الخلاط المقاوي أي مكيفات دي بيشتغلها أي حاجة في الكهرباء دي بيشتغلها كل شيء نساه فجأة كده. فجأة أنا ذاتي كان بيناديني بأخته الصغيرة. أخته بيناديك باسم أخته؟ أي مش ما بدور. جيتوا لما عيا مشيتوا سكنتوا 42 جينا لابويا يعني. طبعا قال لي ما بزور بعولكم وما عندك شغله في يدك. قال لي تجي تقعد معانا ابوي. قعدت معاهم في النهايه باع البيت. اضطرينا كان رحنا في بيت في 52 بس البيت برضه اطلع ما اطلع بس ما ادري اللي يقول انا حق 101. تاك كان اغلى من ده؟ ما اغلى كان أقل من ده. إيجاره 60,000 إيجاره 60 لكن ده كان أقل. أقل. أها طلعوكم منه عشان ما قدروا تدفعوا الإيجار؟ أي. جاب الإيجار وأخوي اختلف معاه في الزيادة دي وقال له خلاص خليني أطلع أغلي منه. دي حالة أم محمد اللي بتعول 7 من الأبناء، 3 تركوا مقاعد الدراسة بسبب الظروف المعيشية بعد وفاة والدهم وبعد وفاة والدة كذلك اللي كان بيعولها هي وأولادها. باعوا بيتهم عشان يشتروا عربية يعملوا بها مشروع يقدروا من خلاله يوفر لهم لقمة العيش. العربية ذاتها أمورها تعسرت وبيجوا ما قادرين يخلوها تشتغل عشان تدخل لهم قروش. هي كانت تشتغل في بيع الخضار وأصمالها انتهى. هي ساكنة في بيت
مكان بالإيجار، تعثرت في الإيجار فطلعوها جابوها الإسكان 101. هي الآن لا قادرة تدفع حق الإيجار ولا مرتاحة في السكن، ولا حتى عندها المقدرة على أنه ترجع لشغول القديم ولا تدفع رسوم أولادها. حالة بين يديكم سمعتوا وشفتوا. أم محمد أنت بتعرفي تشتغلي شنو؟ منزل، لكن في التجارة دي كنت أحاول عشان أزيد ثاني نزلت المشغل ده. خياطة؟ كنت خياطة، لكن أنا ما بخيط، أنا بطبق وبكيس. مجموعة كده بتخيط، مجموعة بتطبق وبكيس، يعملوه يشكلوه ويرفعوه يرفع الشغل للسوق. أنت ما بتعرفي تخيطي؟ لا لا ما كنت أخيط. برضو بتشتغل نفس شغلك ده؟ كانوا بيدوكم كم في الأسبوع؟ شهر 20. شهر كامل 20,000. بيشتغلوا كم ساعة في الأسبوع؟ من 7 صباحا لحد 3 ظهر، بيدوكم 20,000 كل شهر. وقفتي انت ولا وقفتوا الاثنين؟ لا لو وقفونا هم، لانه القماش خلص، قالوا 15 يوم نضرب لكم تجي رايحين. حتى مرتب شهر 2 ما ادونا لكم، مرتب شهر الفات ما ادونا لكم، بس احنا قاعدين اكثر من 15 يوم سنه. لما ضربنا قال لنا لسه القماش ما جاء، وسالنا من قروش ما قال لنا لسه ما ظهرت حاجة، ما تصحت حاجة من الدكتور. انت ما بتعرفي تشتغلي غير الشغل التجارة ده وذا الشغل المشغل ده جربتي واخر حاجة؟ طب على الطريق كان الصينية هنا برضو مسالي وفول قدام البيت؟ نعم جنب البيت. ما في بيت، ما في ناس يعني الشرب بسيط. الشباب اولادك بيعرفوا يشتغلوا حاجه؟ عندهم مهنه معينه؟ والله الكبير ده هو غير انه يشتغل في المصنع ده، بيعمل العرايش دي او اللي في المكنه بتاعت اللحام، بيشتغل سيراميك مع عنده شغل كده، بيجي يكلموه ويمشي معاه. بيشتغل كهرباء، يعني عنده كم مهنه كده في يده، لكن طبعا ما بتلاقي طوال كده. من يبقى شغل بيضربوا له وبيمشي له أولادها بيه. يعني هو بيشتغل في السوق حسب الطلب. يضربوا له ويمشي يشتغل. لو يبقى شغل بيضربوا له وبيمشي يشتغل معاهم بيتحركوا. لكن لو لقى مثلا مكنة في يده، مكنة بتاعتك ياس لحام بيعمل عرايش، عريشة بتاعت زين كده بيعمل وبيعمل السراير دي، بيشتغل لك سراير. ما شغال لنا واحد هذا كان شغل ما حقه بيده، ما مريح كده، ما مدير حقه كويس. هو طلع من سنة كم؟ والله دخل المدرسة بدري، والله أبوه بيجي عيان. والثاني برضه من أولى ثانوي. الثاني برضه من أولى ثانوي؟ من ثامن. والثالث من ثامن. بس اللي بيقروا البنات؟ البنات بس ثلاثة وولد معاهم الثاني متوسط. بنات المفروض في واحدة داخلة جامعة. دي المفروض هي واحدة ممتحنة شهادة سودانية. دي لسه في ثانية ثانوي. احنا السنة الجاية. في ثانية متوسط وولد في أولى متوسط، ما ثاني أولى متوسط. احنا السنة فاتت من مالي متوسط، من سادس لمتوسط. ان شاء الله ان شاء الله كمان يعني كل الناس الخير اللي بيشوفونا يقدروا يعينوك، انت تفتحي اليك كشك صغيروني بتاع خضار، ترجعي تاني لتجارتك ويجيبوا لمحمد مكنه بتاعت لحام، يقدر يعمل مشروع صغيروني، يعمل العرايش والمظلات. وان شاء الله تسكنوا في مكان يكون مريح بالنسبه لكم، على الاقل جنب اهلكم وترتاحوا اكثر. نجيك المره الجايه ان شاء الله في كشكي وتكوني شغاله وفي وضع افضل ان شاء الله. ان شاء الله.
محمد ده مبلغ مالي مقدم ليكي من غناة الشروق، عسى والعلي إن شاء الله ترجع لتجارتك تاني أو تعمل المشروع لمحمد ولدك بتاع مكنة اللحام، وإن شاء الله يوفر ليك مصاريف البنايات للمدرسة وأموركم تمشي أفضل وتقدروا تدفعوا الإيجار. إن شاء الله إن شاء الله نلقاك المرة الجاية في مشروعك الخاص ومحمد في مشروع الخاص، وربنا يعينك إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا أم محمد. يرضيكم جزاكم الله خير في ميزان حسناتكم يا رب. اللهم آمين. مع كل الود والتقدير، هذه المشاعر الإنسانية الفياضة والأحاسيس المليئة بالخير جياشة، هؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافا وإنما تجدهم خابعين في المنازل، لن تجدهم في الطرقات، تحسبهم من التعفف أغنياء. نهاية حلقة اليوم مع أم محمد من الإسكان 101، غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد بفريق عمل جديد. مع السلامة.